لو حد اتحرك انا هرمي الانبوبه دي في الارض تفجر الدنيا كلها. مش عايز حد يقرب من ده. وفي يا باشا في رهاين وفي ناس طالبه فديه. كداب والله العظيم هو ده اللي بيحصل يا باشا. طب وانت مش الامن هنا؟ ايوه يا باشا، ما هو عشان اصلا المفروض معروفه معروفه. طب امسك دي. ماشي يا باشا. هو ايه الحوار ده؟ ده كريم بيلعب لعبة التحدي. بقول لك ايه؟ ايه؟ دي فرصة حلوة قوي على فكرة. أنا عارف نصرف تكتات الحفلة اللي معانا. انزل طهارة على العربية هات لي التكتات وتعالى. ما جبتهاش. ازاي يا حاتم؟ ما أنا ما أعرفش إن كل ده هيحصل. مين دول؟ مين دول؟ مين دول؟ الزهرة من الزهرة. دي طلعت مادة قبل الانفجار. يا خبر يا خبر. آه والله. الله الله الله، المدرسة هتولع. المدرسة هتولع. ليه كده يا اولاد؟ هو مال كفره؟ ايه المهزله اللي احنا فيها دي؟ مين دول؟ بقول لك ايه يا حبيبي؟ يعني انا عايزك تهدى خالص، شوف انت حابب نعمل لك ايه ونعمله لك، يعني ما فيهاش حاجه خالص، عايز نلغي الكيمياء نلغيها، ايه يعني الله؟ نجيب لك الشهاده لغايه ده بالجد زفه. الله الحمد لله. سامي يالا، سامي يالا، سامي يالا. انت مين؟ البروفيسور يالا. انت جاي تحلل؟ جاي تحلل هنا؟ انت بتستعمل ايه؟ ايش بتعمل؟ مش قلت لك يا ابو الوفا مين؟ اهو اقترحوا طلبه من عندنا. خلاص خلاص تعالى تعالى. يحيى ار يو كريزي فريك اس اوت. واي افتح الباب يالا. واي خلي ربنا بعتهم. الله والله يا ربنا بعتهم. يا سلام. مش زهرة، مش زهرة، هو ايه اللي حصل ده؟ انا مش عارفة اعمل ايه، لسه يا دوب مستلمة المدرسة وما كنتش فاكرة نفسية الاولاد هتوصل للدرجة دي. شفتي رد فعل المدرسين عاملة ازاي؟ ولا كأن مصيبة حصلت. بس وجودك ده هيغير يا مش زهرة، ده احنا ما صدقنا ان احنا لقينا حد يصلح زي حضرتك. بس هي المشكلة مش في كده، المشكلة ان في حاجة في نفسية الولاد دول احنا مش فاهمينها. ده طبعا غير من موضوع الموبايل جيمز اللي لحس دماغهم كلهم. عشان كده اني جبت دكتور جامعة، ما جبتش اي مشرف عادي عشان اللي انت بتقوليه ده. والله يا مش زهرة هي خطوة كويسة. معقولة ده يحصل في مدرسة؟ ما تتصرفي يا هانم، وكمان في حدود لجنة من الوزارة؟ ده مش بعيد يقفلوا لنا المدرسة. مساء الخير. مساء النور. مين دي يا لطفي؟ مس فدوى. فجأة؟ فجأة ايه؟ مس فدوى مدرسة الموسيقى في مدرسة سعادتك. بسم الله ما شاء الله تبارك الله فيما خلق. ده ايه الجمال ده؟ شكرا. موسيقى ها؟ ده انا بنتي بتحب الموسيقى قوي وخصوصا الاورج، مش كده يا لطفي؟ تمام سعادتك. ومحتاجة كورس في الاورج، بتاخدي كام في الكورس؟ يعني معقولة هتاخد فلوس من سعادتك؟ بالمناسبة الفيلا قريبة قوي من هنا، مش كده يا لطفي؟ فركة كعب سعادتك. ما تيجي معايا اعرفك على الاورج، على الفيلا، على البنت. مستر ابو الوفا اتفضل معايا عشان نشوف اللجنه هتعمل ايه بعد اللي حصل. اطمني خالص يا ميس زهره، وبالفتحه ايه الدكتور عامر وصل وبينه دلوقتي قاعد مع اللجنه. فعلا؟ الحمد لله الحمد لله انه وصل. اتفضل مستر ابو الوفا معايا. اتفضلوا. اتفضلوا. لا معلش عندها حصه. اذنكم روحي يعني.